السلام عليكم شباب، اعذروني على التأخير، أخرت عليكم جامد المرة دي، بس اللوحة فعلا تستاهل التأخير. أولا هو اللوحة أنا مقسمها نوعين. النوع الأولاني ده النحت البارز أو الموزايك البارز اللي ناس كتير طلبته مني في الكومنتات، إن إحنا نعمل أسرار الموزايك البارز، ومنها شارح إن إحنا إزاي نعمل نحت بارز. يعني ممكن تستفاد بالخطوات دي، هتستفاد بيها إن أنت تعمل أشكال على الحيطة أو حاجة بارز. دي نقطة. أما موضوع اللوحة نفسه فده بصراحة أنا ليا الشرف إن أنا أعمل حاجة زي كده. ديت منظمة دولية اسمها كونان في الأرجنتين، متفقة مع رابطة فنانين الموزايك، مقرها تقريبا المكسيك، فنانين كلهم مكسيكيين ومجمعين فنانين كتير على مستوى العالم، إنهم يعملوا حملة اسمها عالم بدون سوء تغذية الأطفال. فالحمد لله كان ليا الشرف إن هم يتواصلوا معايا ويطلبوا مني إن أنا أعمل لوحة تحمل شعار عالم بدون سوء تغذية الأطفال. معلش طولت عليكم، خلونا ندخل في الشرح على طول، خلونا نبدأ ونشوف أسرار الموزايك البارز، يلا بينا. اول حاجه شباب بعملها طبعا ان انا بنزل التصميم على الخشب زي ما اتعودنا دايما في اعمالنا، سواء برسن او ان انا انزله عن طريق الكربون او التكبير، ايا كانت الطريقه انا هشرح لكم الطرق في فيديوهات قديمه. خلاص انا نزلت الرسمه، انا هعمل دله بتاعه القهوه العربي. بعد كده انا عايز ان انا اخشن الخشب قبل ما احط عليه اي مونه او اسمنت او جبس او ايا كان الماده اللي انا استعملها، لازم اخشن الخشب. دي طريقه من الطرق تخشين الخشب، ان انا ادق مسامير صغيره، اللي هي المسامير بيسموها مسامير شيشه تقريبا، او في مسامير صغيره كده اللي هي بدون راس، بدق مسامير صغيره. وفي الطريقه التانية ان انا اجيب خيش، انا جايب لكم اقل انواع الخيش اللي ممكن تلاقوه، اللي هو اكياس الخيش البلاستيك، عشان ما حدش يتعب كتير ولا يدور في خيش طبيعي او اي خيش، لا خيش بلاستيك عادي جدا، اي شبك عندكم، اي شبك باقي من الموزايك، ايا كان المادة ان انا اخشن بيها الخشب، سواء شبك سواء مسامير سواء كتان، لو عندي اللي هو الغزل بتاع الكتان اللي هو الشعر الاصفر بتاع الكتان اللي هو بتاع السباكة، ايا كانت الطريقة لازم تخشن الخشب بتاعك، لازم تعمل مادة ماسكة، مادة تمسك المونة بالخشب. تمام، زي ما انا بعمل كده انا عملت لكم طريقتين هنا، طريقه المسامير وطريقه الخيش. طبعا الخيش انا مش هحتاج فيه شغل كتير، هو يدوب بس بثبته والزقه بغراء او اثبته بمسامير عادي جدا، سواء كده او كده الاتنين هيعمل معايا النتيجه اللي انا عايزها. بعد ما بخلص المسامير لازم ان انا اوصلها بسلك او حبل، انا بفضل الحبل لان السلك بيصد شويه في المونه، فالحبل اي حبل عندك، اي خيط عندك، واقعد اوصل بطريقه عشوائيه المسامير ببعض، بحيث ان انا اعمل زي شبكه كده عشوائيه متداخله ببعض. هنا يا جماعه انا هستعمل المعجون الحوائط. انا دورت، نزلت فعلا دورت على ان انا اعمل لكم معجون بلدي او الخلطه البلدي اللي هنشتغل بيها على الحيطه، ما لقيتش فعلا الامكانيات هنا، ما لقيتش الخامات، لان خلاص ما حدش بقى بيستعملها كتير، ممكن تلاقوها في مصر بيستعملوها، لكن انا عندي هنا فعلا ما لقيتهاش، فجبت المعجون البلدي يقضي الغرض معايا. طبعا المعجون جبت المعجون الافرنجي قصدي، او المعجون الجاهز، لكن المعجون البلدي طبعا انضف بكتير من المعجون الجاهز. ببدا احط طبقات. طبعا انا في البدايه انا ما رضيتش اشتغل على طول مره واحده، انا بحب بس اوريك الشغل، بحط طبقات، استنى الطبقه الاولى تنشف، احط الطبقه الثانيه وهكذا لحد ما اوصل للمستوى او العلو اللي انا عايزه، الارتفاع اللي انا عايزه. عايز تستعمل الخلطة البلدي هقولها لك بعدين وتشتغل بيها. انا ببدأ احط مستويات وطبقات فوق بعض لحد ما اوصل للي انا عايزه، الارتفاع اللي انا عايزه. خلاص بعد ما بخلص المستوى ده، اول حاجة اللي انا عايزها ابدأ اصنفر واظبط الشغل بتاعي، صنفرة خشنة مش صنفرة ناعمة عشان برضو البلاط يمسك فيها، وابدا اشتغل. انا هنا غيرت الفكره يا جماعه، من خليت الفناجين بدل ما هي على الشمال، لا خليتها على اليمين ورا الداله، لان انا غيرت فكره اللوحه كلها من ناحيه بارز، بس قلت استغل كمان حته اللوحه اللي انا عملتها قبل كده معاكم اللي هي في التشبيك، فيديو التشبيك،
ان انا استغلها في الفيديو، واخلي اللوحة كلها تطلع بدل ما هي تحت بارز بس او موزايك بارز بس، تبقى كمان من ضمن الاعمال اللي هتروح للمنظمة اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو. انا طبعا بفرد عادي اسمنت في مادة خاصة للبلاط او للموزايك على ما اذكر، يعني في مصر اسمها نوفاكيم، وطبعا في منها درجات او ارقام. بنجيب المادة ديت، او لو مش متوفر، انا متوفر عندي اسمنت ابيض عادي جبته وعجنته عادي خالص لوحده من غير رملة، وبدأت اشتغل. فردت على قد مساحة الشيت اللي عندي او الورقة اللي عندي، ووزعت الضغط بالتساوي على الورقة بحيث ان انا اضمن ان المونة دخلت في كل البلاط تمام. في كل الاحوال كده كده اصلا الشبك انا مشبكه بسيليكون كمان، فامان اكتر، يعني مش خايف من حاجة ولا قلقان منه، بس لزيادة الامان ان انا بوزع الضغط على الورقة كلها، وده الطبيعي يعني انا بعمله حتى في المساحات الكبيرة، لازم توزع الضغط كويس عشان تضمن ان المونة مسكت، وبسيبها تنشف خالص، ما بشيلش اي ورق ولا بقرب منها غير لما الاسمنت ينشف تماما، ممكن يوم او يومين اتاكد ان هو نشف تماما ابدا اشيل الورق تمام. هنا طبعا من شروط اللوحه ان لازم يكون مكتوب كلمه عالم بدون سوء تغذيه الاطفال، عالم بدون سوء تغذيه الاطفال. انا كتبتها باللغه بتاعتهم الاسبانيه، يعني كتبتها كمان كويت بدون سوء تغذية الأطفال، مرضتش أكتبها عالم لأنه عادي جدا، أنا استأذنتهم قالوا عادي جدا تكتب اسم الدولة بحيث برضه إنها تبقى مرتبطة باللوحة وتبقى حاجة دولية. بشيل الورق من على الشيت الموزايك اللي احنا عملناه، ودي الخطوات دي اللي بتتعمل عادي بره في الشيتات بره أو في اللوحات الكبيرة لما بتتلزق بأسمنت خلاص وتتساب يوم أو اتنين، بنرجع لها بنشيلها بمية دافية لأنها بتبقى ملزوقة بنشا تمام. أسيب المية بس شوية، يعني بعد ما بل الورق أسيب المية شوية، يعني ما شيلش على طول، أسيب الورق يشرب بس المية، وبعدين بتلاقيه طلع بكل سهولة، يعني مفهوش أي صعوبة، مجرد بس إن أنا بشيله عادي بيطلع. طبعا ده عشان المساحة بس صغيرة، والورق مش ورق اللي هو بتاع، مش ورق قوي استعملناه، ده كان ورق A4 عادي، فكان بيدوب معانا بسرعة، بيدوب أكتر من الورق العادي، من الورق اللي هو بتاع الموزايك اللي هو بتاع الطباعة الكبير. طبعا إذا كان في أماكن بقى مفيهاش غيرها، في أماكن الموزايك لب منها، في أماكن ممسكتش في الأسمنت كويس، فطبعا لازم أسقيها غيرها وأكد عليها تاني. موزايك زجاجي بستعمل بيه في كتابة الكلمات، سمك البلاطة تقريبا أكبر شوية من البلاطة العادية، وده كله يا جماعة بلاط بواقي عندي للأسف، مفيش مكان أشتري منه بلاط، مفيش مكان أشتري منه خامات، الدنيا كلها مقفلة بسبب فيروس كورونا، ف بواقي عندي، فاعذروني في الألوان، اعذروني في التصميم، ما كنتش مجهز كويس للتصميم، الألوان دي اللي متاحة بالنسبة لي دلوقت، فاعذروني في الحاجات دي كلها يعني. طبعا يا جماعة سواء نحت سواء مسطح ايا كان العنصر لازم يتعمل له تحليل، واتجاه الغامق والفاتح واتجاه الاضاءة بتاعته. انا هنا كنت ناوي استعمل لون واحد، بس للأسف برضو اللون ما كفاش، وزي ما قلت لكم ان دي كلها بواقي عندي وما عنديش امكانية ان انا انزل اجيب خامات دلوقت، فاستعملت اللون ده اللي هو اللون الذهبي، بقيت اشتغل بيه، وفي للأسف عجز معايا في النص، فدخلت معاه لون زيتي يسند معايا شوية الدالة. انا كنت ناوي اعملها لون واحد في الباقي في النحت، عايز تعمل العنصر لون واحد، هو كده كده التكسيم بتاعك في النحت هيديك احساس الغامق والفاتح، كده كده هيديهولك، مش عايز برضو بكيفك، عايز تدخل الوان، دي حاجة ترجع لك انت كمصمم او كمنفذ موزايك، وحسب برضو العميل ما يطلب منك. طيب امتى يا جماعة اشتغل نحت بارز وامتى لأ؟ الموزايك البارز اذا كنت انا هركب اضاءات حواليه، افضل حاجة لي لو انا هركب اضاءة من تحت او من فوق اللوحة او من على الجوانب، بحيث ان هي الحتة البارزة اللي انا عاملها ترمي خيال
على العناصر التانية. الحالة دي بتبقى حلوة، أو إن اللوحة هتتشاف من على الجنب، لكن لو اللوحة في المواجهة ومفيش أي إضاءات حواليها يفضل إنك ما تتعبش نفسك ولا تكلف نفسك وتعمل بارز. دي الحالات اللي هي الجمالية اللي هي ممكن تتعمل فيها، طبعا إلا إذا كان طلب من العميل معين أو العميل بتاع المكان عايز الشغل ده. غير كده غير كده ما تكلفش نفسك ولا تتعب نفسك في حاجة زي كده، لأن هو فعلا هيبقى مكلف جدا لو مساحات كبيرة، وهيبقى متعب، وممكن تستعين بنحات متخصص، وطبعا ده هيكلفك كتير جدا في حاجة زي كده. فأنا بقول لك أجمل حاجتين يتعمل فيهم من ناحية البارد إذا كان في إضاءات وأنت محتاج إن العنصر اللي هتعمله بارد يرمي خيال على بقية اللوحة، أو إن اللوحة هتتشاف من كذا زاوية أو من على الجنب، فالبروز ده هيبان وهيدي جمال أكتر للوحة. غير كده اسمع مني، ما تعملش النحت. امشي حسب تشريح العنصر، طبعا الدالة زي ما تقول كده الجزء اللي تحت ده عبارة عن دايرة وطالع على شكل مستطيل، ده تشريح معين لازم امشي عليه وامشي على الخطوط بتاعته عشان يديني الجمال بتاعه. طيب ايه هو المعجون البلدي اللي انا استعمله؟ زنك اكسيد زنك وزبيداج وغيرة وزيت مغلي، دول المكونات الاساسية بتاعتنا. بنسبة الزنك للزبيداج 3:1، يعني احط كيلو مثلا زنك احط قدامه 3 كيلو زبيداج، وعليهم غيرة. طبعا يفضل الغيرة الحمص، بس طبعا لما تيجي تسيحه بلاش تسيح الغيرة الحمص، بتسيحه في مية، مش بتسيحه زي بتاعة النجارة بتعمل محلول الغروي، محلول مية وتحط فيها الغيرة كمية كويسة من الغيرة وتبدأ تدوبه على نار هادية. بس لما تيجي تعمل حاجة زي كده ما انصحكش تعملها في البيت او في مكان مغلق، خليك برا في الشارع لان ريحته بتبقى صعبة جدا، ما هتطيقهاش وهتفضل قاعدة في البيت فترة كبيرة، فخليك دايما في الشارع. اوعى تفكر او فوق البيت او في اي مكان مفتوح، اوعى تفكر تعمل او تسيح غيرة حمص داخل الشقة. وتضيف الغيرة على الزنك والزبداج وتقلب كويس لحد ما يديك القوام المناسب زي المعجون كده، وبعد كده بتحط شوية زيت مغلي بس يدوب عشان يديك اللونة بتاعت المعجون البلدي، وتبدأ تشتغل بيه أي تصميم أو أي شكل أنت عايز تنحته على الحيطة. بالنسبة للناس اللي بتتكلم عن ان هو جبس، لا يا جماعة الجبس طبعا ما بيمسكش، ما بيدينيش اللي هو القابلية في ان انا اشكل فيه الجبس، اخره ان انا اصبه قالب او ان انا احط كتلة جبس وابدأ اشيل منها، يعني اعمل منها شغل ريليف، مش شغل تشكيل. المعجون اشكل، الاسمنت ممكن اشكل بيه بس يبقى اكون سريع برضو، المعجون البلدي اشكل بيه، الزنك لوحده مع الغيرة اشكل بيه، لكن الجبس لأ، الجبس احط كتلة وابدأ اشيل منها. تمام، خلينا متفقين على الحتة ديت، ان كل الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها ده مش جبس، كل فيديوهات النحت البارز ده مش جبس، ده عبارة عن معجون او اسمنت، يعني سواء ده او ده، لكن جبس ديت استحالة لان الجبس بيشك بسرعة وبيشد معايا بسرعة، فمش هقدر احط، مش هلحق احط اصلا كتلة يعني. فانت الجبس بنستعمله او النحاتين دايما بيستعملوه في ان هو لما بيصبوا قوالب، لما بيصبوا فرم، لما بيصبوا اشكال معينة بيه، يعني بيبقى قالب معين ونحتة معينة ويجي صابب فيها الجبس عشان يشك معاه بسرعة وينشف معاه بسرعة. احنا لو هنشتغل عليها على الحيطة بنحط قالب كبير او كتلة معينة من الجبس ونبدأ نشيل منها ننحت فيها، خلينا متفقين على الحتة ديت. زي ما قلت لكم يا شباب ان اللون بيعجز معايا، نظرا لان مفيش مجال ان انا اشتري خامات دلوقت، الدنيا كلها قافله، مش عارفين، يعني ما اعرفش، ما لاقيش حد فاتح او ما لاقيش مكان يبيع الخامات دلوقت.
فبصرف نفسي بشتغل بألوان. الذهبي يعتبر من أصوله الصفرة، الأصفر لما أغمق أغمق بأخضر أو أزرق. المتوفر عندي ببدأ أشتغل بيه ألوان متقاربة من بعض، أبدأ أشتغل بيها وأعمل منها اللوحة. المهم إن الفكرة كلها توصل لكم، غرض الموزايك البارز وإن أنا إزاي أشكله وإن أنا إزاي أعمله. المهم دي تكون واصلة لكم. واحنا نادرا لما بنستعمل موزايك بارز، يعني بتبقى مثلا في لوحات فنية معينة في مشاريع التخرج، واحد عايز اللي هو ايه يظهر قدرات معينة ليه جنب الموزايك، فبيحب يعمل شغل نحت بارز. فتبقى حاجات يعني في التصميمات كده، وحاجات فلاتات شوية، مش دايما بنشتغلها، ونادرا لما بنشتغلها برا الا اذا كانت هي اصلا اللوحة نحت كامل واحنا يدوب بنقفل عليها بشغل موزايك. فما بيطلبش كتير اصلا الموزايك البارز ده مننا بره، بس طالما طلبتوه انا عنيا ليكم. طبعا يا جماعه من حاجات الموزايك البارز انك مش هتعرف تشتغل عليه ورق بره وتيجي لازقه على وتيجي نقله على اللوحة. لو لوحة كبيرة مثلا فانت هتضطر انك تشتغلها، لو الحاجات البارزة اللي في اللوحة حاجات صغيرة هتضطر تشتغلها مباشر على الحيطة. دي من الحاجات اللي احنا بنعتبرها عيوب للموزايك البارز، انك لازم تشتغل عليه مباشر، ما ينفعش انك تروح تنقل اللوحة وتجيبها الا اذا كانت مساحة كبيرة. سهل جدا انك تنقلها او تعمل حساب اللي هو ايه اللفات اللي فيها والكيرفات والحاجات دي. غير كده انت افضل لك ليها انك هتشتغلها مباشر، فلو مساحات كبيرة اعرف ان فيها تعب شوية على الحيطة. بقفل كويس يا جماعة زي ما قلت لكم. بعد كده بصب اللوحة. انا طبعا المادة اللي بسقي بيها البلاط خلصانة، فاضطريت ان انا اسقيها بالاسمنت، اسمنت ابيض، والونها زي ما اتفقنا وزي ما اتعودنا في الفيديوهات القديمه، وشرحها لكم بالتفصيل في الفيديوهات اللي فاتت. وبعد كده بنضفها والونها، وقلت لكم الالوان اي لون بيدوب في الميه عندك لون بيه، اي لون بيدوب في الميه عندك لون بيه. لو عندك الوان اكسيد ماشي، عندك الوان اكوريل ماشي، عندك الوان اكريليك ماشي، عندك صبغات بتاعت الدهانات ماشي، اي حاجة بتدوب عندك في المية لون بيها. وشبع اللوحة باللون، شبع اللوحة باللون عشان اللون يلون الاسمنت او السائية اللي انت تعملها. ولو السائية لسه طرية او لسه ما شدتش او ما نشفتش خالص يكون افضل بكتير انك تلون بعد ما تنشف. وبعد كده طبعا بحط بدهنها زيت مغلي وامسحها تاني، امسحها بسرعة، اوعى تسيب الزيت المغلي على اللوحة. لو سبت زيت المغلي على اللوحة، الزيت المغلي من خواصه الكيميائية ان هو زيت جافوف، يعني زيت بيجف مش بيطير او زي التربنتينة بيطير، لا هو زيت جافوف بيجف، والمادة اللزقة اللي فيه او المادة الزيتية اللي فيه بتلزق على البلاط، فبتبقى على البلاط وبتبهدله، بتخليه زي دهون على البلاط. فانت لازم بمجرد ان انت تدهن الزيت مفيش 5 دقايق 10 دقايق، سيبه بس كده البلاط يشرب، الفراغ اللي ما بين البلاط يشرب عشان يديك لمعة ازاز. الغرض كله انا بشيل التغيير بالزيت، وفي نفس الوقت البلاط الفراغ اللي ما بين البلاط الابيض يشرب شوية زيت فيديني لمعة بسيطة كده، تحس ان هي ايه قريبة من لون الموزايك او الازاز. ده الغرض كله من الزيت. فانت برضو زي ما بقولك انت ادهن الزيت وامسحه، اوعى تسيبه فترة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش دعمكم ليا بلايك وشير وسبسكرايب. ما تنسوش تعليقاتكم تحت، مستني رأيكم في الفيديو، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام عليكم.